ننتقل لفقرتنا التالية وهي أهم فقرة، لأنه نحن بفضلهم للشهداء قاعدين بهذا صحيح. المكان بفضلهم عم نحتفل بالسنة التالية على التوالي ليا بالانتصار. نحن رح نكون اليوم مع ضيوف مؤسسة جعلت من أشرف الناس وأنبلوا نأبوا سلطة، فكانت لجانب ذويهم بكل مفاصل الحياة ومع الجرحى كمان بمجهودات مختلفة وتقديم الخدمات على أوسع نطاق وخاصة بمدينة حلب. رح نحكي اليوم عن مؤسسة الشهيد فرح حلب مع ضيفنا لليوم حازم بلال مدير فرح حلب لمؤسسة الشهيد، وبانا الحريري رئيس قسم التواصل الاجتماعي بالمؤسسة. صباحكم نصر، يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. راحت الشمس تمام؟ راحت الشمس رواق عشان ما تعمل هيك. أستاذ حازم، بالبداية أول شيء الله يعطيكم العافية، وأكيد هذا مو مجهود شخصي، هذا مجهود فريق كامل. خلينا نتعرف أكثر عن الجمعية، خلينا هيك نحكي إمتى تأسستوا وإمتى يمكن صرتوا فريق واحد وتهتموا بالشهداء. الأول شيء صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. مرسي أهلا يعني بضيافتنا بحلب. ثاني شيء، مؤسسة الشهيد تأسست، هي الأمانة العامة بحمص، محافظة حمص، تأسست بال 2013 تم إشهارها وبلش يتم إنشاء أفرع لها بباقي المحافظات. إذا بدنا نحكي بحلب، تم افتتاح فرع حلب بال 2015، تم اتخاذ هذا القرار وباشرت أعمالها بخدمة زوج الشهداء، انطلقت من شعارها زوج خدمة الشهيد في أهله وبباقي المجالات هلا بنحكي فيها كيف بتحب. نعم، بعدنا خلينا لكان نتعرف منك عن النشاطات المستمرة والفعاليات اللي عم تقوموا فيها وخاصة خلال 2018 والتحضيرات يمكن 2019، يعني في سنة جديدة كمان هلا جاي على البواب، فقد ايه النشاطات كانت ب 2018 مرضية لكم؟ قد ايه يمكن غطيتوا من خدمات لأسر الشهداء؟ هلا طبعا انطلاقا من شعار مؤسسنا هو خدمة الشهيد في أهله، أقمنا كتير فعاليات وعدة أنشطة اهتمينا فيها بزوي الشهداء من الأطفال للنساء الشهداء لأمهاتهم. أقمنا عدة فعاليات ونشاطات تشاركنا فيها مع جمعيات تانية لحتى نقدم الخدمة المناسبة لهالطفل أو لهالمرأة على نطاق واسع وشامل. كان يعني نوعا ما انه في يعني تعاون مع باقي الجمعيات، وبنفس الوقت يعني حاولنا نقدم انه الخدمه الاشمل للطفل او لزوجة الشهيد اللي اتضررت من الحرب او لامه كمان، يعني نوعا ما كان في رضا حول خدماتنا. نعم نعم. خلينا أستاذ حازم نحكي مع حضرتك، يمكن عمل المؤسسة بلش مع الانتصار بحلب صحيح؟ تماما. هلا نحن ب 2015 الشهر التاسع، 2015 ما كان لا بس المصر. اكيد نحن كنا واثقين بالانتصار أكيد. هلا هي مرحلة عمل المؤسسة ببلش بعدة مراحل. هي المرحلة الأولى هي تجميع البيانات، نحن بنسميه مسح الاجتماعي، فبدي يكون عندنا الداتا اللازمة لنقدر نأدي الخدمة. انا اذا ما كان عندي بيانات زوية للشهيد، أعمار أطفاله أو وين بدرسوا أو كذا، أنا ما فيني أقدم الخدمة الصح. فكانت الهم الأول هو تجميع البيانات، وبناء على هالشيء انتقل فريق المسح الاجتماعي قسم حلب لقطاعات، وكل يوم ينزل لقطاع معين ضمن استمارات معينة، برنامج إلكتروني معين تعبئة هاي البيانات. بعدين التفتنا بقى بعد ما صارت البيانات موجودة عنا انه كل عائلة شو هي بحاجة. احيانا بيجيكي في خدمات طبية لازم تتقدم لزوج الشهداء، احيانا خدمات دعم نفسي للأطفال، احيانا بتكون خدمات إغاثية، احيانا بتكون خدمات للجرحى. تم افتتاح فرع الجريح عنا بالمؤسسة، تمت كتير العمليات الجراحية اللي قامت فيها المؤسسة طبعا بجهود الأيادي الخيرة الموجودة بالتعاون مع المجتمع الأهلي مع المجتمع الحلبي بشكل عام. كان في تشبيك مع عدد من تماما، لأنه هي المسؤولية، مسؤولية زوج الشهداء مسؤولية كتير كبيرة وما في أي جهة فيها تحملها لحالها. إذا ما تشبكت الجهود الحكومية مع جهود المجتمع الأهلي والمحلي لنقدر نقدم يعني خدمة بسيطة لناس قدمت أغلى شيء عندها. أكيد. يمكن أنا كمان خلال زيارتنا والوفد الإعلامي توجهت لأكثر من أسرة شهيد وجريح أيضا، وفعلا في كتير عدد كبير بمحافظة حلب خلينا نقول من جرحى وشهداء، يعني الله يرحم الشهداء. تماما. بقى خلينا نحكي شوي عن أطفال الشهداء، كونك عم تشتغلي كمان من مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أهم شيء.
للعالم كله، لأنه بتعرفي كل العالم عنا على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي الصورة اللي عم تظهروها أيضا لأطفال الشهداء من نشاطات من فعاليات، حتى لأسر الشهداء حتى للجرحى، قدي الرسالة اليوم مهمة حتى نوعي الناس شوي أيضا لهذا الجانب المهم بحياتنا اللي نحن بفضلهم اليوم موجودين. هلأ أكيد هو يعني هي رسالة كتير كتير مهمة ولازم نحن نأديها بالأخير. هلأ الطفل بالأخص يعني بالذات هو الطفل أكثر حدا يمكن تأذى من هاي الحرب، أكيد استشهد أبوه أو فقد حدا من زوي عائلته، ممكن والدته ممكن أخوه، تعرض كتير لإساءة بهاي الحرب. فنحن كانت مهمتنا الأساسية التوجه لهذا الشخص المتضرر سواء كان طفل أو أنثى، حاولنا نشتغل عليه، ندعمه نفسيا ندعمه اجتماعيا، حملات توعية حملات ثقافة ممكن تنمية، يعني حتى نحن تابعناه بدراسته، حاولنا نخرجه من هاي الحالة، أثرنا عليه إيجابيا قدر المستطاع. نحن ما غيرنا الواقع اللي هو عاشه ولكن غيرنا ردة فعله للواقع. صحيح، خاصة فحاولنا... عاشوا رعب معين يعني ببعض الظروف. أكيد هلأ أكيد نحن لحالنا ما منكفي، بس بالتشبيك مع... بالتشبيك مع باقي الجمعيات والجهات الثانية أكيد قدرنا نعمل له شيء. ولاحظنا أكيد هذا الشيء على الأطفال اللي تعاملنا معهم، يعني كتير أطفال خرجت من حالتها اللي هي كانت عايشة فيها، كان منزوي كان عم بيعاني من حالة عنف، مستقل لحاله، قدر يدخل بالمجتمع يندمج مع باقي الأطفال ويلعب معهم ويعيش حياته الطبيعية مثله مثل أي بني آدم ما عاش أي ظرف من الحرب. نعم نعم. يمكن سيد حازم مشاريع كثيرة أو نقاط كثيرة ذكرتها بنا، ولكن اليوم هذا العمل اللي هو مو بس الاهتمام بذوي الشهداء والأسر، مو بس عليهم راجع بالفرحة، أيضا على الناس اللي عم تعطي طبعا. يعني أنتوا كفريق قديش هاي الخطوة هيك بتحسس الناس ببعضها، بتكونوا إيد وحدة، بتتحملوا الوجع سوا والفرح سوا. عزيزتي الفريق بكامله بقدر بقلك مو بس بمحافظة حلب، المؤسس شهيد كعائلة، نحن بنسمي حالنا عائلة منا مؤسسة، بكل أفرعنا إن كان باللاذقية بطرطوس بالشام بالسويدة، كله هون عم بيشتغلوا على مبدأ أنه نحن لولا هاي الفئة نحن ما كنا موجودين. فنحن ما عم نأدي عملنا كموظفين أو كعمل، هذا كواجب، هذا بتحسيه كأنه استمتاع. يعني أنا كيف بستمتع وقت بقعد مع عائلتي بطلع مع أصدقائي، ونفس الشيء الفريق كله وقت بيقدم هاي الخدمة بتحسيه عم بستمتع من قلبه، والاهتمام يوم بعد يوم تماما. وهي هذا العمل عزيزتي هذا ما بنتهي، يعني ما أنه هي مرحلة أنه شهيد خلاص هو ذكرى موجودة لآخر يوم بهالدنيا، ممكن كمان عم نساعدهم على تخليد هالذكرى أستاذ حازم. تماما، والتوثيق أكيد توثيق كمان، والخدمات نحن لنكون إيد بإيد معه لأنه هن الأصل وهن الأساس اللي خلونا مستمرين بحياتنا. نحن بدنا نتشكركم كتير على وجودكم معنا، وأكيد يعني جهودكم هي عظيمة وخاصة بمحافظة حلب اللي قدمت عدد كبير من الشهداء من الجرحى، وحلاوة أهل حلب أنه هن إيد بإيد مع بعضهم دائما، هذا حلاوة الشيء بحلب. فشكرا لكم بانا وحازم، شكرا لكم. يا رب شكرا لكم لجهودكم. ميرسي لكم والله يقويكم، وإن شاء الله هيك تضلوا هاي الأسرة اللي بترفع الرأس. تسلم.